اليوم المغاربة كيخلدوا ذكرى مجيدة اللي هي ذكرى ديال ثورة الملك والشعب بمناسبة ديال 20 غشت، واللي هي فرصة باش نجددوا الرحمات على الملكين المجاهدين المغفور لهما بإذن الله محمد الخامس والحسن الثاني، وكذلك كل الشهداء ديال البلاد. وطبعا اليوم جلالة الملك في الخطاب ديالو محمد السادس نصره الله يعني أكد على أنه المغرب اليوم في إطار يعني ثورة مستمرة من أجل إقلاع حقيقي بالبلاد، ولعل من أهم الرسائل هو إشراك الشباب وإشراك المواطن من أجل أن يتملك النموذج التنموي اللي اليوم هذا ورش كبير فتحه المغرب. وطبعا الرهان هو انخراط ديال كل القوى الحية وانخراط ديال كل المواطنين، وهذا إن شاء الله ورش وطني، وأكيد بأنه سينجح كمجموعة ديال الأوراش اللي كنخرطوا فيها جل المغاربة قلبا وقلبا. كنت سخرنا في دار علار بن عبد الله رحمة الله علينا في الزيادة ديال مولاي الحسن، والحمد لله باقي مقومين ومتابعين النقطة إن شاء الله حتى نوصلوا تحت أوامر صاحب جلال الملك الله يديرنا فيه البركة. الحمد لله بلادنا هانية وفرحانة، شيط لنا سيدنا الهنا، ما كاين كاع شي دولة اللي عندنا بحال هذا الملك، اللي الناس مساكين دايخين مدوخين، حنا الحمد لله عايشين في امان وفي السرور وفي الحمد لله بلادنا احسن بلاد في العالم. والشكر لله وتنشكروا لله سبحانه الله ولنعامه والزعماء اللي ماتوا ودفعوا على البلاد. اخ من الجاليه المغربيه بالديار البلجيكيه عبد العزيز النظام، حضرت هنايا خطاب صاحب جلاله، يعني خطاب اللي تكلم على بمناسبة ثورة الملك والشعب اللي شهد التاريخ ديالنا في عهد الاستعمار والنضال المغربي. والملك خطاب ديالو ركز على العمل على الشباب وعلى التكوين المهني وعلى عدة قطاعات والسياحة، يعني باش ينهض بالشعب المغربي بجميع القطاعات، ماشي غير اللي تعلم اللي درس خصو ضروري يدرس حتى يوصل لواحد الدرجه كبيره عاد يلقى العمل، يعني العمل ابواب ديالو مفتوحه في جميع المجالات. ركز على الشباب على التكوين المهني، وتكلم كذلك على ثوره الملك والشعب والنضال الشعب المغربي، وهذا هو الاساس.